في هذا العام بهذا المعرض بتنظيمه، بكمية الكتب المعروضة فيه، بتنوع الكتب، بالإقبال. أهم شيء الإقبال، الإقبال جيد، الناس عم تشتري. عم يعطيني الانطباع أنه سوريا تتعافى، سوريا تتعافى، وسوريا بخير، وسوف تنتقل إلى مزيد ومزيد ومزيد من التعافي ومن الصحة، وسوف تعود إلى سابقها. مشاركة دار التكوين هذا العام في معرض الكتاب بهالتظاهرة الثقافية الكبيرة بوسط مدينة دمشق هو نصر ثقافي حقيقي لسوريا. هذا المعرض الكتاب، ومن هنا جاءت مشاركة دار التكوين في هذا المعرض، ودعت الأستاذ فراس السواح من بكين إلى دمشق، لأننا في هذا العام أنهينا أعماله الكاملة في 23 مجلدا. دعوناه من الصين كي يوقع أعماله الكاملة، وهذه هي المرة الثانية التي وقع فيها ضمن المعرض بناء على طلب القراء بشكل يومي لكتبه. هلأ بعد 5 سنين غربة، سواء سوريا كانت بأزمة أو بغير أزمة، كل سوري لازم يعرف أنه مثل سوريا ما في. وأنا كبنت سورية مواليد 55، سوريا ما في شيء بيقتلها، سوريا بتعيش، سوريا بتستمر، الحرب بتخلص ونحن بنستمر.